سيما انا الفيديو هذايا عملته خصيصا للجمهور الموجود في كندا، جاليتنا التونسيه العزيزه علينا اللي اكيد متشوقه لاجواءنا التونسيه، الفن الباهي المزيان، طبخنا التونسي. ان شاء الله قريبا باش نتلاقاو في كندا وان شاء الله تتعدى احلى سهريات يا رب. توحشتكم برشا، صديقتكم يسرى محموش. عجي بينا صعبة يا خالقي يا مولاي، عجي بينا صعبة، هلا هلا يا شوشان، أمان 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 أمان.